متنزهات أكل الزمان عليها وشرب وزحام في المراكز التجارية، هكذا تحولت العاصمة بغداد مع إهمال المساحات الخضراء التي تقلصت في قلب بغداد وانقضت من محيطها. وهكذا يقضي البغداديون أعيادهم متمنين أن يأتي العيد القادم بنحو أفضل. إن شاء الله الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله، ويعم الخير على بلدنا إن شاء الله، هو هاي أمنياتنا إن شاء الله. لا أماكن ترفيهية عامة ملائمة ولا تفكير وفيرا لخطط من شأنها إسعاد العائلة العراقية ببناء أماكن ترفيهية تضاف للمتنزهات القديمة، فضلا عن توفير حدائق عامة ومدن للألعاب. مواطنون عبروا عن أجوائهم في العيد ووصفوها بالمستقرة من ناحية الأمن، متمنين في الوقت نفسه العمل على النهوض بالواقع العمراني للبلاد. فاللي عنده عائلة يفكر بالأكل، لو يفكر بالألعاب، لو يفكر حتى الملابس قاموا يفكرون بها. يعني سوق الملابس مو مثل ذاك العيد ولا القبلة، خف قليل شغل ما، يعني نقول 60%. يعني احنا مثل ما يقول عن المتنزهات، يعني مال يعني قديم، هاي مال يعني أيام النظام السابق، بس كجديد ماكو جديد. بس يعني شو نقول، يعني نتأمل يعني بالخير إن شاء الله. إن شاء الله نتأمل بالخير. الخطة الأمنية هذا العام كانت محكمة وخالية من القطوعات للمناطق القريبة من الأماكن الترفيهية والمتنزهات، فضلا عن انتشار القوات الأمنية بصورة كبيرة بعد التأكيدات من قبل القيادات الأمنية على المساهمة بتقديم الخدمات الكافية للعوائل البغدادية. الأوضاع حلوة شوية، أحسن من قبل، واحد يطلع شوية ينفع عن نفسه، يخلي الأطفال يلعبون. عشنا نظيم، إحنا ما عشى أحد أبد العراقيين، والحمد لله أشكر على كل حال، ويا رب يعيده بالخير والسلام على أمة محمد كلها جميعا. يعني العالم تعرف جو حار وهاي، فتضطر تجي للمول مكان مغلق وهادي وآمن، فأماكن تنزه من ناحية خضار، يعني العاصمة بعض المناطق تفتقر إلى الخضار. نعم. ألف خير يا رب. شلون الصحة؟ الحمد لله تمام. من وين الأهل؟ أنا من سوريا حبيبي. يا هلا. يا هلا بي. هلا بي حبيبي. على راسي والله. شلون أجواء العيد بالعراق؟ يعني ولا أروع من هيك منطقة. بالعكس، ما في أطيب من الناس وما في أحلى من الناس، كل الاحترام لهم. الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وقلة المتنزهات تؤدي إلى إصابة بعض المواطنين بحالة الملل واليأس، ويعودون لمنازلهم لعدم تمكنهم من الحصول على أماكن مناسبة للتنزه. من بغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة.